surprise. This is a different kind of superhero story. Thank you. السلام عليكم، معاكم كابتن احمد جاني جاد. الحلقه الرابعه والدرس الرابع من تعليم الفنون القتاليه. معانا حركه جديده النهارده هناخدها سوا. كفايه يا عم الحاج بقى تنزل معاك بقى. انت طلعت بتتحرك اهو، بني ادم بتتكلم زينا. طب يا عم قشطه بقى، اقلع البتاع ده ووري الناس. انت هتبقى مطحنه النهارده. معلش لسه جديد فمش عارف يقولها. اول مره بيتحرك معاك. معانا كابتن مصطفى هيساعدنا عشان نعمل شو للاداء والحركات سوا قدام بعض. كنا خدنا اول درس ضربه المستقيمه، عرفتوا ازاي بنضربها صح في الاماكن النقط ازاي بتاعتها في الجسم، وازاي بتعامل معاها لو انا اللي بضربها وازاي اصدها. احنا قلنا المستقيمة ممكن تتضرب في الوش، ممكن في الصدر، ممكن في البطن، جميل، وممكن في نص الجسم ده او نص الجسم ده، في الكتف او هنا الصدر على ناحية اليميني انا او الشمال الخصم، او تحت برضو في بطنه في جنب. نفس الكلام هنا لو انا دلوقتي اللي بتضربها. قلتلكوا برضو لما اجي ضرب الضربة دي بصدها ببساطة ازاي. تمام؟ تاني ببعد، يا بصدها تاني، بصدها ببساطة كده بايدي. تمام؟ ببعد وشي او باب تاني كده، بتحرك انا كلي بعيد. خدنا في الدرس الثالث الخطافية الجانبية، عرفتكم ازاي بتتلعب صح. تمام؟ وازاي بصدها لو انا اللي بتضرب. طبعا قلنا برضو يا اما ابعد على طول لازم ابقى سريع عشان ابعد، او في او بنزل من تحتها في الثانيه. تمام؟ او اوكي ثاني فرحه انا ادخل سوري. تمام؟ طبعا هو هنا عشان كان لامم ايده من الاول، فانا مع دخلتي لميت له ايده اكتر، انما لو كان فردها عليا التكنيك بيختلف. تمام؟ فانا هنا كده يعملها تاني، نوريهم الحركة دي حلو. هو عشان هنا تاني ايده زيادة قوي، جميل؟ فاللي هو ايه؟ كأنه كان بيضربني بالكوع، فأنا دخلت لميتها له هنا فيه هو أكتر. تمام؟ حركة جت بالصدفة مش مرتبين لها، بس بنوريكم واديكم شفتوا لايف أهو على الواقع ازاي التعامل بيكون. حركة مفاجأة، الحركة دي مش مرتبين لها. تمام؟ فإيه اللي حصل هنا؟ إن مع عشان هو كانت ايده ضيقه اكتر ما وصلهاش، وانا دخلت اسرع لميتها عليه اكتر، والبنش بتاعه جه في وشه. يعني هو ضرب نفسه او خليته يضرب نفسه. دي من التكنيكات برضو الظريفه. تمام؟ لو على الطريقه الصح اللي هو ايه بقى؟ اللي يبقى قاصد ان هو يجيب وشي انا. تمام؟ فتاني بس اكنك هتضربها فيها بجد. يلا ان انا بلحق ادخل هنا زي ما قلت لكم، انا هنا بقى بقيت جوه. تمام؟ ايدي فين؟ اهي على كتفه. ايدي الثانيه فين؟ اهي هنا عامل انا امان. انا هنا فاضل ان هي عشان ما تجيش فيا وما تعديش. تمام؟ لو ما لحقتش هنا فانا داخل بالاثنين في الكتف هنا، بوقف دراعه وخلاص مش هيقدر يكمل. حاول تضرب كده مش عارف لان انا هنا وقفت. تمام؟ طبعا احنا قلنا ان دي عشان خطافية جانبية مش مستقيمة فبتلف كده، فانا لو اكتفيت من بعيد وعملت كده فدي برضو هتتني زي ما شرحت لكم الدرس اللي فات، وهتيجي فيا
فانا لازم ادخل دي هنا برضو أأمن بيها. اوكي بدخل هنا أمنت بيها هنا وقفت دراعي هنا وهنا كملت التأمين. تمام. طبعا بقى في حركات متقدمه بعد كده ازاي بقى اضرب انا بقى واشكل عليه. دي حاجات كتير هناخدها قدام، بس اهم حاجه نركز في الاساسيات ونتعلمها صح عشان نفهم اللي بعد كده ونقدر نستفاد منه. النهارده بقى ايه كابتن مصطفى، هناخد الابر كات اللي هي الحركه الصاعده البوكس الصاعد من تحت لفوق. برضو زي ما انتم عارفين بنبقى واقفين، وسطي شغال معايا، رجلي وسطي شغال معايا، بدخل وبطلع اهو. شايفين انا بطلع بمشط رجلي، برجلي معايا هنا، بعد ما بدخل دراعي هنا وجسمي. تمام. دلوقتي هتهاجم بالتكنيك ده، فازاي هتعامل معاه؟ زي ما علمتكم في اللي فات برضه. اول حاجه خد خطوه صغيره وانت تضربني. هو داخل عشان يضربني الضربه دي. تمام. عرفت ابعد بسرعه، لازم ابقى سريع، ابعد احسن ان انا ابعد. جميل. تاني ببعد. طيب مش لحقت ابعد، او الطريقه الثانيه ان انا عشان اصدها فين؟ اضرب. تمام. وبرده ما بفضلش كده، لان الضربه دي بتبقى قويه لو طالع معايا في جسمه كله زي ما انا علمتكم، فهياخد دراعاتي وهياخدني كلي برده معايا. جميل. الثاني فانا باجي على جنب شويه. تاني انا بحاول اصد بدي. تمام. عشان هو داخل يلبسني هنا. تمام. برضو الاثنين معايا عشان ايه؟ عشان ابقى ضامن ان انا قافل كويس، بحيث ان لو واحده فلتت ما تفلتش من الثانيه، لان ممكن دي تجلي معايا تفلت، يكون هو اسرع يعديها يفنتها ويخش لي برضه. تمام. لما تحصل تكون الثانيه برضه مستنيه هنا، فتلحق ان هي تمسكها وتوقفها ما تجيش فيها. تاني حاجه برضه ما بعملهاش كلها في حركه واحده، ان انا برضه لازم اطلع وشي وجسمي بره مجال الضربه. يعني انا دلوقتي بتدرب الضربه هنا، انا لما بعمل كده جيت على جنب، اللي هو حتى لو سبتها هي مش فايق، لو دراعه اقوى وهيشيل كمل بعيد عني خلاص، انا طلعت بره. اوكي. تاني في بقى بعد كده حركات كسر وحركات ضرب، برضو تشكيلات كتير هناخدها بعدين. طبعا زمان الشاي برد، مش مهم نعمل دور شاي تاني يا عم. دي صدى ثالثة برضو للتكنيك ده. تمام. مش وش خالص، هنعملها بشويش. انا شلتها بكوعي او تاني بالمعصم معايا، بالريست والمعصم كله، بدراعي كله. تمام. كده تاني. هنا صعب، الناحيه الثانيه صعب ان هي تيجي، يعني في الغالب ممكن تلبس او تاذيك، بس برضو تقدر، بس عايزه مهاره اسرع، مهاره اعلى. تمام. فالاحسن ان انت تبقى معاها ايد بايد، اللي قصاد بعض على طول. يعني هو يهاجم بدي. تمام. انا بتعامل بدي، هاجم بالثانيه، هاجم بالثانيه مثلا حاجه بشويش خالص، انا بتعامل بالثانيه. تمام. هنا خلاص شلتها، بعد كده بقى جسمه مفتوح، اقدر اضرب في كذا مكان. تمام كده. تمام ولا ايه؟ اوكي. يا رب يكون الدرس ده عجبكم، تابعونا واستنونا في الدروس الجايه حاجات اقوى. شكرا كابتن مصطفى، شكرا ليكم ولطبيعتكم. السلام عليكم. نروح بقى نشرب الشاي.
bulls drive. I'm a jail nigga, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. Thank you.